السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى اسمع أجول في اللون. موضوع الساعة هو مهدوي محمد السادس الملك والخبر. إذن لماذا هذا الموضوع؟ لأن على ضوء ولا إثر زيارة رئيس الحكومة الإسباني إلى الرباط، إذا كان الملك في الرباط ولا إلى القصر في مكان القصر، إن أصلا الإدارة كاينة في الرباط. الزيارة نتاع الملك نتاع للملك من طرف وزير الأول ديال إسبانيا جاء في خضم تقلبات سياسية واجتماعية. هنا قبل ما ندخل في الموضوع غنبدا بواحد المقدمة، وغادي نتذكر المهدوي اللي واحد النهار خرج وقال المتتبعين ديالو محترمين، قال لهم هاد الفترة الزمنية ما خصناش نجبدوا الصداع مع الشكسو، واخا كاين الغلع واخا كاين الظلم واخا ما نهضرو شي، راه عندنا هنايا العدو في الجزائر، وهاد الجزائريين راه هزو التليفون وهضروا مع هادوك اللي تاع اسبانيا وقال لهم قطعوا عنا الغاز وقطعوه وما سيفطوه لنا شيء. من وراها طلعت وجاوبت عليه، هو رد عليه ورد على بزاف نتاع الاخوان ديالو الناس اللي في المغرب وخارج المغرب، وخرجوا بشي مسائل هي غير معقوله وموضوعيه، وراكي الفيديوهات نتاع 8، وقلت وشرحت للمغاربه بان العلاقات الدوليه والدول والمجتمعات مبنيه على الاخذ والعطاء، بمعنى على المصالح، وعندما تتغير المصالح تتغير الصداقه. اذا ما تخدعش الناس بالكبرانات، راه يجيو الطاوله واحد النهار ويكونوا على يقين، لان الجيران واحد النهار غيدفعوا الباب نتاع الجيران ديالهم ويدخلوا عندهم. المسألة معقولة، خاصة الجزائريين كنشاركوا معاهم تاريخ، تاريخ قديم قديم، العروق ديالو أكثر من 2000 سنة قبل ما يجيو الأدارسة في يمة نتاع يوغرتاو وما سينيسا بكري، وكنشاركوا معاهم الجغرافيا الهواء والريح اللي كيكون عندهم، راه ولا تيكون عندنا كيجي عندنا ولا كيمشي من عندنا لعندهم، وكنشاركوا معاهم التاريخ السياسي، تعرضنا بجوج لواحد الظلم بطريقه مختلفه، الظلم تيبقى ظلم نتاع الانسان الفرنسي، واللي كاينه وهي ان مجموعه ديال الاسر متزوجه، دونك كاين علاقات نتاع دمويه ما بين المغاربه والجزائر، اللي فعلى ارض الوطن في المغرب كاين الناس الاب جزائري ولا الام جزائريه والطرف الاخر مغربي، وعاد كاين واحد نص مليون نتاع المغاربه كيعيشوا في الجزائر، وكاين واحد العدد كبير نتاع الجزائريين عايشين في المغرب. ناهيكم على ان المغاربه والجزائر راهم كيتزوجوا في المهاجر الغربيه. اذا هذه القضيه باش تخلعوا ولاد الشعب وهوي، وقلنا بلي التقلبات جايه والمصالح كتبدل، ها هي اليوم وقعت على ارض الواقع، وجاء رئيس الحكومه السبريوني او الاسباني الى المغرب بطلب من ملك المغرب. هذه غير مقدمه باش نذكروا المسائل اللي وقعت، وبلي السي المهدوي اسد الصحافه كان خطا، وهي في بضعه ايام بان الخطا ديالو، حيت علاش خطا؟ ما دارش داكشي اللي خصو يدير كصحفي باش يجيب الخبر، وديما تنقول لكم الصحفي خصو يجيب الخبر. اذا على اليوم كنهضر على الخبر، اذا اليوم وقع احداث وقع وراء واحد الصور كبير ديال البلاط، وهذا الخبر نتاع اش وقع ناقشوا بعض المواضيع. تناقش القضيه نتاع الصحراء، ما قلت لها غربيه ولا شرقيه، وغتناقش القضيه نتاع رجوع المياه
إذا ما جاريها واش هي ما هي مياه عذبة زلال ولا مالحة نتاع البحر المتوسط وكاين مصالح. إذن الآن كاين واحد المصالح وهاد المصالح اللي جعلات الناس كتلاقى الدولة كتلاقى مع دولة ومن غير تبدل المصالح راه غيمشيو عاوتاني الصبليون وغيمشيو المغاربة. العالم تاع السياسة بحال ركب على واحد الجمل في الصحراء ما كاينش لا ستابيليتي، داكشي كيتزعزع، الخرزة ديال تتزعزع فوق الجمل فوق الحديبة ديال الجمل هذا باش تفهموها. إذن علاش قلت الخبر؟ وانا كنهضر مع أسد الصحافة مدوي الأستاذ ديالنا المحترم، الخبر السي المدوي خصك تجيبو لنا لأنك أنت صحفي، وكي غدير باش تجيبو؟ تمشي تهدم السور وتدخل البلاط وهاي هادي كتسمى جريمة وما تفقش معاك نغي يدوك يغبروك ما عمري ما نشوفك. إذا خاص في البلاط بما في القصر بما في الملك المغرب كيكون واحد الطاقم وحنا كنخلصوه، وكيكون واحد مسؤول رسمي وتيكون هو الناطق باسم البلاط وكيقبض وتيخرج كيعطيكم معلومة وكتكون حاضر نتايا مع الصحفيين الاخرين وانت هو الاسد نتاع الصحافة المغربية وتيكونوا معاك وعندك قلم الرصاص بحالي وعندك كتاب بحال هكذا وكتاخذ رؤوس الاقلام ناقشوا قديم تاع الصحراء ومن نعم وجهة نظر جلالة الملك نصره الله والضيف ديالنا الكريم الصديق ديالنا العزيز اللي جا معنا رئيس حكومة وفي القديم تاع الجز وفي القديم تاع عادي وقادي القادية وكتقبض هذه المعلومات هادو اللي هو الخبر خام مادة خام وكتقول بها وكتقوطها وكتخرجها حيت انت صحفي وجاك الخبر ومي كيخرج لك الخبر انا كنتسناك وتنقبطو وتنحللو وتنعلق عليه. ولكن اليوم انت ممكن تعطيني الخبر لماذا؟ لان ما كاينش شي حاجه سميتها المؤسسه، لان ما كاينش الحريه وما كاينش حريه التعبير وما كاينش حريه الصحافه، بالتالي انت ماشي صحفي. واش انا اللي حسدتك اخويا؟ انا ما حسدتكش، انا كنعترفك مشيتي وقريتي وحفظتي وحفظتي شي دروس ونقلتي شي دروس وشي دروس نقزتيهم، ولكن راك صحفي ها؟ شكون اللي ما عطاكش الخبر؟ الملك ديالك. دابا حنا عندنا هنا جوج الملكيات حصلناهم اليوم، انا اللي حصلتهم الصحفي ماشي نتايا، انت غير صحفي ما كتحصلش. ها؟ كاين الملكيه المغربيه برئاسة اهل البيت محمد السادس، وكاين واحد الملكيه اسبانيا من 36 حتى 76 مدة 40 سنة 4 عقود كانوا تحت الحكم تاع فرانكو. ها وجا رئيس الحكومة وحتى هما عندهم ملكية سميها دستورية سميها برلمانية سمى اللي بغيتي، هاد رئيس الحكومة ديالهم جاو معاه الناس ديالو وجابوا الأوراق وجابوا شي تليفونات وعندهم لابريس ديالهم واحد الجسد نتاع الصحافة وخداو المعلومة الخبر عطاوه هما يا رئيس الحكومة وكاين داك المسؤول وقال هادي غنقولوها هادي ما غنقولوها شي وعطاو شي خبر حيت كاين لو نوندي دون زان ديسكور بوليتيك عطاو الصحافه ديالهم ومنين عطاو الصحافه ديالهم غادي كورطوه كيف ما بغاو على حسب دوك الاحزاب السياسيه واش يمينيين واش يساريين واش من الوسط واش اليمين المتطرف ولا من اليسار المتطرف حيت كاين منابع وشتا حيت كاين ديمقراطيه شت ما يسمعوش المغاربه ويطلبوا للملك الديمقراطيه هوي ايه وهاد الصحافه غيقولها للشعب الاسباني
شتي انت ما عطاك مسكين والو، اذن ما عندك ما تعطي للشعب المغربي والو. انت نقول لك انت حيت انت كتجي انت هو الرمز نتاع الصحافه المغربيه. دوك شنو غتجيبوا الخبر؟ غتجيبوه من عند الصحفي الاسباني اللي عطاه للشعب الاسباني. هذيك الصحافه وهذاك الخبر الي اوريونتي موجه ومتجه ومصاوب لواحد الشعب اللي كياكل الحلف ويشرب الخمر وما كيصومش رمضان. وجبنا انت الخبر ما جبتيه شي، علاش؟ دابا جبنا الخبر ما عند الصبريون. ايوا انت كصحفي غادي نخليك على الطرف باش نرجع لك من بعد. ايوا دابا بحال دابا هاد السليمي منار السليمي المحلل السياسي، في عمر شي واحد كان محلل في الديكتاتوريه، وهذوك المحللين الاخرين واش غتحللو؟ انا ما عطاكم الملك ديالكم ولا ما تحللو؟ ولا غتجيبوا الخبر؟ شو دابا غتجيبوا الخبر من عند الصبريون، غتجيبوها الحاجه من عند الصبريون وغتحللوه على ارض الواقع المغربي وتعطيه لواحد الشعب المغربي اللي عنده ثقافه مختلفه وعنده عقليه مختلفه وعايش تحت الظلم والذل والهوان والاستبداد والفقر. تصبت الشتا غير شي شويكيكه، ماشي الشتا، الشتا فصل من فصول السنه، تصب شويه نتاع المطر وغرقت الدنيا. اذا الخبر كيختلف من مجتمع لمجتمع. اذا عندكم هنا معضله، علاش لاطاشي دو بريس نتاع البلاط في المغرب راه كيتخلص ما عطاكمش الخبر؟ وعلاش ما حللوكمش البيبان تدخلوا؟ راكم ما غتسرقوش الماكن اللي كيسرق العاب، حنا شكون اللي كيسرق في البلاط؟ اه علاش؟ حيت ما كانوش الصحافه ما عمرهم اعترفوا بكم، راه ماشي حنا اللي ما اعترفناش بك، راه الملك ديالك. اذا ما عندكم ما تجبدوا، ما عندكم صحافه. الا حنا مشينا كنتسنطوا الصحافه الاجنبيه، شتي ماشي حنا اللي ظلمناكم وقزمناكم البلاط. ايوا حبسوا، ما تبقاوش تقولوا المؤسسات، كنت شي مؤسسه كانوا اليوم يعطيوكم شي ما تاكلوا. الخبر الفكره باش تدبقوا شي شويه وتحركوا الاقلام ديالكم، كسروا الاقلام الى كنتو رجال وقطعوا الاوراق. اه ما تحاولوش تلعبوا بان كاينه ديمقراطيه باش تكبروا واحد النظام وتقولوا راه ديمقراطيه، راه يمكنش الديمقراطيه ما كتبناش من التحت، راه من الفوق. شي ودابا باش وقع في البلاط ها ما بين هذاك الرئيس رئيس حزب. شوف باش تعرفوا الديمقراطيات، جا رئيس حكومه عند ملك، علاش ما يجيش الملك ديالهم؟ علاش؟ حيت عندهم دستور، وداك الدستور كيطبقوه وكيحترموه، وحيت عندهم برلمان، وهذا الشيء اللي غيتناقش في البرلمان. حربوش شي واحد في البرلمان يتكلم، يا ويلو شي رئيس حزب يعارض شي فكره معينه في تمانيه في داك اللقاء، ما على بالكمش اش واقع. حيت هاد الملفات هادو سياديين، كلشي سيادي في المغرب كاع الملفات. انا ما كنشوفكم كنشوفكم عبيد. المهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الموضوع كان هو هذا. اذا القصر ما كيحترمكش السي المهدوي، اش غنعمل لك انايا؟ واش المعمول؟ وضرب الفكت في راسك وغير الاسلوب ديالك والمنهجيه ديالك والخط التحريري ديالك، راك غادي في خطا في خطا في خطا. اخواني اخواتي، صحة فطوركم ولا السحور ديالكم، الى حين اخر في موضوع ان شاء الله اخر. وتصنتوا باش تمشوا تصنتوا للناس مغاربه، سيروا وكتبوا ماذا قالته الصحافه الاسبانيه اللي هي اللي عندها الخبر، فهمتيني؟ وشكرا.
حاولوا أن تشتركوا في القناة إذا ما اشتركتوشاي، وضغطوا على زر ديال الجرس وتعليقات عقلانية كما ولفنا معكم. شكرا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموضوع جد مهم، لأنه علاش؟ لأن الصحافة وحرية التعبير هي واحد العنصر مهم في بناء البلد وفي بناء الحريات والديمقراطية واحترام الإنسان. راه الملك ما كيحترمش العقلية نتاع الإنسان المغربي، والملك الحسن الثاني ما عمره ما تكلم مع شي صحافة مغربية، حيت كيبان ليه الإنسان المغربي باقي ما توفقش، باقي ما وصلش، وباقي ما نضجش، وما عندوش واحد النضج سياسي باش تكون عنده صحافة. وهذا راه ما حد ما شتو شي أحد من القصر تيجلس مع صحفي مغربي، تعرفوا ما كاينش احترام تيني. ونهار اللي خرجوا نبداو نضربوهم بالحجر، فهداك النهار غادي تشوفوا غادي يبقى يعيطوا للمهدوي اللي هو أسد الصحافة. اليوم مسكين راه ماشي أسد ولا تاع شعيرة. من احتراماتي وشكرا لكم، ومع السلامة.